انه لعل اعطى اخاه ربما في خلطه اعطاه بعض المعز او الاغنام، واخوه الان يظلمه حقه ولا يعطيه حقه، حتى انه باع على ما سمعت منه وفهمت يقول بانه باع حتى الاغنام لكن لم يعطيه حقه. لعله يريد منكم توجيها لهذا الاخ مبروك. والله المسألة كانه كما ذكر يعني مسألة واضحة هي. نعم. يعني يكون أكل ماله. نعم. أخوه أكل ماله بغير حق. نعم. إذا كان هذا السؤال هكذا صحيح. نعم. يعني فقد ارتكب إثما كبيرا. نعم. يجب عليه وجوبا شرعيا أن يدفع إليه أمواله. نعم. يعني بكم باع تلك الأغنام والأشياء وكم حصة أخيه منها. نعم. هل هو شريك بالنصف أو بجزء آخر؟ لابد أن يدفع ذلك. وما من يدري لعل الإنسان يموت فلا يعطي للناس حقوقهم فيكون هو المسؤول يوم القيامة، وهناك لا دينار ولا درهم وإنما تؤخذ الحسنات والسيئات. فنحن نعظه لا أكثر ولا أقل، وننبهه على أن يجب أن يخلص نفسه في هذه الدنيا الفانية خير من أن يكون الخلاص يوم القيامة. جزاكم الله خيرا.